اهلا وسهلا بحضراتكم مع الاستاذ جمال صادق احد مؤسسي تطبيق بيقول لك. اهلا يا جمال. اهلا بيك. شرفتنا. استاذ شريف نصار مؤسس موقع نفسك. اهلا وسهلا. اهلا بيك شريف. اهلا وسهلا. طبعا الاستاذ جمال والاستاذ شريف كانوا ضمن مجموعه كبيره من شبابنا قبله الرئيس السيسي وناقش افكارهم الممتازه. كلكم طبعا بتتابعوا بيقول لك، لانه بيقول لك ايه الشارع ده زحمه، الشارع ده كذا، الشارع ده كذا. بتقول ايه كمان يا عم؟ ايه الفكره بقى؟ انت عملت الحكايه دي ازاي؟ بيقول لك ده جمال. جمال. معلش انا همك. ايه بقى الفكره بقى؟ يعني ازاي اتولدت في ذهنك؟ كان معاك ناس اصدقائك؟ عملتوا ايه بقى؟ هو مش ذهني انا يعني، هو احنا اتكلمنا فيه قبل كده. اتكلمنا فيه قبل كده بس نجي نعيد الكلام، لان اتكلمنا من فتره يعني. تمام. لا هي الفكره ببساطه شديده انه كان يعني هي مش حاجه تخفى على الناس، انه الناس بطبيعه الحال بتكلم بعض، تقول مثلا وقف الزحمه فبيكلم اللي هو رايح له انه الكوبري مثلا زحمه. واحد تاني بيحط على فيسبوك يقول مثلا انه بيقول ان هو اتزنق في زحمه، فهي المعلومه على طول موجوده سواء على فيسبوك وعلى تويتر، بتكلم الناس ايه على طول موجوده، في حد دايما عارف السكه عامله ازاي. بس الفكره كلها هل انا اعرف الحد ده ولا لا؟ هي دي كانت المعضله. فاحنا مش كل الناس تعرف بعض. لا مش كل الناس تعرف بعض، هي دي الفكره. فعملنا بيقول لك اللي هو عباره عن ايه، منصه الناس كلها تقول، بدل ما تقولوا لبعض مثلا على فيسبوك وتويتر وتكلموا بعض، حطوا معلومه الزحمه دي على برنامج واحد او تطبيق واحد، وممكن كل الناس توسع عليه. احنا دلوقتي عندنا حوالي 1,100,000 تقريبا مستخدم بيدخلوا. يعني متابع. مش متابع مستخدم. مستخدم لان هو نزل البرنامج، يعني متابعين اكتر من كده بكتير. يعني عندك 1,000,000 عربيه صح؟ 1,100,000 تليفون. يعني تليفون ممكن ما يبقاش عنده عربيه، ممكن ما يبقاش عنده عربيه، ممكن يكون بيروح مثلا عن طريق اتوبيس، اي حاجه، يعرف الدنيا زحمه ولا لا. صحيح. بالزبط. ممكن هي الفكره كلها تليفون. دولت مستخدمين بيدخلوا يشوفوا حاله المرور وبيساعدوا بعض ان هم لما واحد فيهم يلاقي زحمه يقول للناس يا جماعه في زحمه. ببساطه شديده. انت بقى نايلها من بره ولا انت؟ لا يعني دي مش من بره، دي مش ابتكار. يعني احنا فريق خمس يعني كويس. خمسه فاوندرز، خمسه مؤسسين. هي الفكره من 10/10/2010. وابتدينا طبعا في الاول بحاجه ابلكيشن بسيطه جدا بتقول بس فيها شويه شوارع صغيره. احنا دلوقتي مغطي اكتر من 140 شارع في القاهره، وموجودين في اسكندريه، والابلكيشن موجوده لاي حد عايز ينزل. يعني اي حد عايز قبل ما ينزل من بيته يروح مثلا من زمالك مثلا اكتوبر او ايا كان، بيقدر ينزل اب من على بيقول لك .com. انا بشوف دلوقتي كله يقول لك استنى بشوف الطريق، استنى ده بالظبط على التليفون. على طول هو كله على التليفون، هو مش ويب سايت، هو برنامج على التطبيقات يعني على التليفونات المحموله. كويس جدا. هنسالك بقى عن تفاصيل الصرف والانفاق والحاجات دي كلها. تمام. بعد ما نروح للاستاذ شريف ونسألك بقى على نفسك. نفسك في ايه بقى؟ نفسك في ايه النهارده؟ يعني باختصار كنت موظف في بعض الشركات العالمية. كويس. والحمد لله كنت واخد مناصب كويسة وبتقدم فيها. وبعد انت دارس ايه في الاول؟ انا دارس كمبيوتر ساينس في الجامعة الامريكية. كويس. يعني احسن مستوى في التعليم من ناحية الكمبيوتر ساينس ده. تمام. احسن مستوى الجامعه الامريكيه لا يعلى عليها. بس كنت واخد كمان منحه في الجامعه عشان المجموع اللي دخلت بيه. انت كنت شاطر في الثانويه العامه؟ جي سي اي. دخلت بنص ربع المصاريف. ربع المصاريف. ده انت شاطر قوي. الله اكبر. الله يخليك. ما شاء الله. لا اصل انا ابن من ابنائي دخل بنص ال لا ما احنا زمان كانوا بينزلوا لنا اكتر من دلوقتي. ما قاليش على الربع دي. دلوقتي ارجع بقى بينزلوا اقل. دلوقتي بينزلوا للربع. يعني دخلت بربع مصاريف الجامعه الامريكيه عشان انت كنت شاطر. عشان جبت جريدز كويسه. طيب جدع، برافو عليك. وبعدين في فتره من الفترات خلصت الجامعه. ما كملتش بقى ماجستير في الجامعه؟ لا لا لا، ما عملتش ماجستير خالص. نزلت اشتغل. اشتغلت في شركه، وكانت شركه عالميه في مصر، وبعديها شركه ثانيه، وبعدين رحت دبي. اشتغلت في دبي 5 سنين. كنت مدير تسويق قسم الحاسبات الشخصيه في IBM الشرق الاوسط. وقعدت هناك لغايه سن معين، وبعدين قررت ارجع مصر. ليه بقى؟ ما انت ماشي كويس، بتاخد مرتب كويس، بتلاقيك اتجوزت بقى. لا ما اتجوزتش. كنت مشغول قوي. ايه اللي رجعك بقى؟ بلدنا. بتاعتنا في الاخر. طبيعي. طبيعي طبعا. يعني مهما تروح اي حته ومهما تنجح في اي حته، مش هقول لحضرتك كلام انشائي، بس هقول لك انك دايما انت مواطن مجنس.
في اي مكان في العالم. طبيعي مع احترامنا لكل الدول العربية اشقائنا واحبائنا وكل حاجة، لكن الحارة دي بتاعتنا والشارع ده بتاعنا، حلو وحش جارهم. ابنك هو ابنك. صحيح صحيح. بس بقى انت رجعت كده عشوائي ولا رجعت مربط؟ ما كنتش مربط، ما كنتش مربط، بس كان عندي ثقة كان عندي امكانيه ان انا اقدر اقعد شويه لغايه لما الاقي شغل. يعني ما كنتش مثلا متفق مع اي صاحب عمل ولا لا 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 مقدم لا. انا قعدت 6 اشهر من غير شغل. سي في بتاع في حته قعدت قد ايه؟ 6 اشهر ما تشتغلش. وبعدين اشتغلت شغلانه، وبعدين مسكت مكتب شركه لينوفو في مصر، كنت مدير عام المكتب هنا في مصر لمده 2 أو 3 مش فاكر. دي شركه كمبيوتر؟ اكبر شركه كمبيوتر في العالم. كويس قوي. وبعدين قررت ان انا اعمل بيزنس، قلت خلاص سيبنا من الوظيفه ونجرب حظنا ونعمل بيزنس، ناخد مخاطره. ومسبت شغل تاني؟ سبت شغل تاني. بالتالي يعني العظه يمكن في الموضوع ده انه حد يبتدي الامل في مجال جديد مش مشكله ومش عيب ومش هيحصل له حاجه. لا بس دي ده يعني ده موهبه. لا ما اقدرش الناس كل واحد بيخش يشتغل شغله يرقد جنبها وخلاص. ما اقدرش اقول لك ان انا كنت مش قلقان او مش لا معلش يا زي ما انت عايز، بس انت عندك قدره اعصابي بايظه ايوه بس عندك قدره اتخاذ القرار ان انت بتشتغل في شركه مدير ومستقر وبتاخد مرتب كويس وكل حاجه تمام، ليه تغير بقى؟ الناس تقول لك اللي نعرفه كلام فاضي. ما دي الثقافة اللي محتاجين نغيرها. طبعا مش حاجة اسمها اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يعني ما نعرفش حاجة اللي ما نعرفوش ممكن يبقى احسن. طبعا طبعا، لان ما نعرفش حاجة بعدها، يعني نعرف اللي نعرفه خلاص. طبعا ده كلام فاضي، بس كويس ان انت والدك بيشتغل ايه؟ والدي الله يرحمه كان طيار مصر. طيار طيار. رجل شجاع ومغامر بقى بتاع قوي. لا هو كان راجل فاضل وجميل. علمك كويس الحمد لله. والدي والدتي يعني قرار انت تتسبب في تربيتي جامد. طيب كويس كويس، ممرأة يعني احسن التربية. نبلغ والدتك كل التحيات. الله يخليك يا فندم. كويس. سبت شغلك ده. وطب نعمل ايه؟ ايه الفكره اللي نعملها؟ ايه اللي بتقول نعمل بقى؟ انت بقى معاك مجموعه؟ لا هو في الاول كنت ببتدي لوحدي، بس يعني دايما بحب اتكلم بصيغه الجماعه، يا صيغه الفرد دي عمرها ما بتودي حته. صحيح. ما كنتش هقدر اعمل لوحدي. طبعا. فطيب نعمل ايه؟ ابتديت ابص على المشاكل عندنا هنا في مصر. احدى المشاكل اللي لقيتها مشاكل انك تشتري حاجه. احدى المشاكل كانت مشكله المرور. اللي اشتغل فيها جمال عشان اشتري حاجه بتنزل في الزحمه وبتتعب وتلف على محلات كتير، ولازم تشوف هنا وهنا وهنا عشان تشوف كل الاختيارات. عندنا مشاكل توزيع. طيب المنتجات مش موجوده غير تقريبا في المدن الكبرى. طب القرى، طب الاماكن البعيده، تلاقي تجار صغيرين جم اشتروا من المدينه الكبرى ورفعوا السعر على الناس جامد. صحيح. والاختيارات قليله. طب لو الراجل ده عايز يشتري حاجة من دايروت، عايز يشتري حاجة لازم هيسافر من الدلتا، من الصعيد، من سينا. طب العالم عمل في الموضوع ده؟ في بعض المشاكل مفيش نقطة ان احنا نخترعها من الأول وجديد. موجودة. عملوا تجارة إلكترونية، موقع على الإنترنت. فظيع، حاجة فظيعة. بتدخل بتقدر تشوف كل المنتجات بسعرها، بتشتري الحاجة. حاجة مبهرة. بتجيلك لغاية عندك. بس المهم انها تيجي بضمان، بفاتورة، ضمن حقوقك، حاجة أصلية. بتضمن حقك. ومن هنا جت فكره نفسك.com. وحتى اختيار الاسم نفسك قعدت فيه يمكن 3 أو 4 شهور. لانه كان في وجهه نظر ان في يوم من الايام الشركه دي ممكن تكبر وتروح بلاد تانية، فلازم يكون اسم يمكن يستخدم ويتنطق بلغات اخرى يقدروا ينطقوه ويكتبوه. صح، يقعد مظبوط. فده كان احدى المعايير في اختيار الاسم. وابتديت الشركه، كنا في واخدين صاله في مكتب اختي انا وثلاثه زمايلي موظفين. اختك محاميه؟ لا، اختي عندها شركه كانت بتعمل حاجات برضو على الانترنت، محتوى، تطوير محتوى. عندها مكتب. عندها مكتب. استلفنا يعني اوضه. تقريبا اوضه. بنظرك قعدت في الصاله. هي مش مشكله. يعني قعدت في الصاله جمال. صراحة هي شالتنا كتير في الموضوع ده. وقعدنا في الصلاة وابتدينا الشركة. طب نعمل شركة يا جماعة. طب ابتدينا نكلم الناس، عايزين نحط المنتجات على الانترنت. في حد هيشتري من على الانترنت؟ الكلام ده في 2008. حدش هيشتري من على الانترنت يا جماعة. طب هو كان في حاجة والناس ما اشترتش. طب نجرب، طب نشوف. تعبنا مع الموردين وتعبنا مع شركات الشحن لغاية ما لقينا حلول. وواحدة واحدة بقى عندنا كيان بيكبر.
وبقينا الناس بتدخل وبتشتري فعلا. قعدنا قد ايه بقى لغايه ما بدانا الشراء بجد؟ اقول لحضرتك يعني هي عمليه مستمره. احنا يمكن الموقع يعني ابتدى اطلاقه في اواخر نوفمبر، يعني عيد ميلادنا قريب، عيد ميلاد نفسك دوت كوم قريب اخر الشهر. في اواخر نوفمبر كان بيجي لنا اوردر واحد في اليوم. على مدار الايام ابتدى يبقى عندنا اوردرين وثلاثه وعشره وعشرين وثلاثين، وابتدت العمليه تزيد. في سنه 2010 تقريبا نصها للنص الثاني منها ابتدى مستثمرين يتكلموا معنا عايزين يستثمروا في الشركه عشان يساعدوها تكبر. فكان عندنا مستثمر من امريكا ومستثمر من مصر، صندوق دعم التكنولوجيا. وفي الاخر خدنا قرار ان احنا رحنا مع صندوق دعم التكنولوجيا هنا في مصر. كويس، برافو عليكم. واستثمروا في الشركه وابتدينا نكبر اسرع، وبقى عندنا بقى مكتب بتاعنا. شكرناهم في المكتب اللي كانوا مستضيفيننا. شكرت اختك بقى، شاكرين قوي. الف الف شكر. بس هي لسه بتساعدنا بتساعدنا لغايه دلوقتي. طيب بصراحه لسه بتروح الصاله برضو؟ بنروح الصاله. وبقى عندنا مكتب الحمد لله، والشركه بتكبر وابتدى الثقافه تزيد. وده حصل في الدنيا كلها انها بتاخد وقت. هدي لحضرتك مثال. انه اول ما الموبايل طلع او اول ما الدش طلع كنت تعرف واحد عنده دش، وبعدين كنت تعرف 10 عندهم دش. اي صحيح. وبعدين 100 وبعدين 10000 وبعدين نص مليون وبعدين 3 مليون وبعدين 50 مليون. تك تك الكيرف بيطلع. اي صحيح. ودي حاجه كويسه بتنتشر. هي النقطه انها بتاخد وقتها في الزياده بمراحل، واحده واحده واحده، وانت بتبتدي تزيد عشان انت كمان تستعد لاستقبال الزيادات دي، تطور نفسك وتظبط نفسك ومش الحال. الحمد لله. طيب هنتكلم دلوقتي بقى في الفلوس. انت بتنفق ايه بقى على الموقع دوت؟ بيجي لك منه فلوس؟ مش هنقول لك كام عشان ما نناقش عليه. تمام. انما نقول الموقع ده، هذا المشروع، تمام، اللي بقى يهم كل مواطن في مصر حتى اللي ما بيستخدموش. تمام. بيسمع عنه وبيتبسط منه، يعني تمام. فكره ممتازه. تمام. بتحقق لك انت ورفاقك في المهمه دي دخل كويس. تمام. يعني اذا ايه نقول للشباب فكروا. تمام. تمام. وهتكسبوا كمان، مش بس هتفكروا وتشتغلوا، لا هتشتغلوا وتكسبوا. هو في بس حاجه اهم، يعني طبعا هو انا يعني الحمد لله الدنيا دلوقتي كويسه كل حاجه، بس هو في حاجه مرتبطه ارتباط يعني ما ينفصلش عنها، حته انه انت في الاول طبيعي جدا انه مع رياده الاعمال او الانتربرينورشيب انه تبقى متوقع انه مش هتحط مثلا دي حاجه بكره هتجيب لك فلوس. طبيعي، مفيش حاجه عادي جدا كده. بتقعد زي ما كنا بنتكلم، انت بتقعد شهر اتنين سنه. لا. سنه. احنا شخصيا قعدنا سنه ونص من غير ما يبقى في اي عائد مادي خالص. معلش. وده اللي انت بقى عارفه، لان دوت لو ما حصلش انت ممكن يبقى عندك فكره كويسه جدا. يعني في ناس كتير بشوفهم او يعني بتسمع عن ناس ابتدت حاجات ويهيئ له ان هو فشل، بينما هو ما فشلش خالص، هو لو كان صبر عليها وكمل كان زمان الدنيا مشيت كويس. فدي مهمه جدا. احنا دلوقتي الحمد لله يعني بنحط بقى نقطه الصبر شويه. الصبر، صبر طول ما فيه، يعني طول ما في مثلا مستخدمين، يعني انت لازم يبقى في عندك حاجه ماسك فيها. يعني ما انت لو ما بتشتغلش خالص ما فيش اي بوادر، يعني بتبص على الارقام مثلا، في حد زي ما كنا بنسمع مثلا هنا بيبص على الاوردرز، عنده طلب النهارده بكره بعده وبعدين ابتدوا يزيدوا، هو بيبص على حاجه معينه. هو مش بيبص، هو غالبا بيخسر، عمال يخسر كل الفتره دي، بس هي مش دي المشكله، بس في تحسن، في تحسن في حته ثانيه. فانت بتبص على دوت فانت شايف التحسن فين. كويس قوي. نفس الحكايه عندنا احنا بنتكلم في، انا كنت اللي كنا مهتمين بيه في الاول اللي هو ولغايه دلوقتي طبعا، عدد المستخدمين. طول ما انا عندي مستخدمين اكتر، طول ما عندي تقارير مروريه اكتر، يبقى انا تمام. فبعد كده بقى الفلوس هتيجي مش دي القضيه، يعني 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 عاجلا ام اجلا الفلوس هتيجي. احنا حاليا ال 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 العائدات بتيجي بطريقه حاجتين، يعني عن طريق سكتين، عن طريق اعلانات على الـ على الابلكيشن على الباب الموقع، يعني على هو مش موقع، هو برده يعني احنا في فرق برده شويه. اسمه تطبيق. تطبيق اللي هو يعني احنا يعني ايه تطبيق دي؟ تطبيق يعني ابلكيشن او برنامج بينزل على التليفونات المحموله. يعني احنا موجودين طبعا على عندنا موقع على الانترنت، بس مش ده القناه الاساسيه بتاعتنا احنا. يعني المليون و100 الف واحد دولت عندهم التطبيق بتاعنا على التليفون بتاعتهم محموله، يعني اي حد دلوقتي عنده اندرويد وايفون والاجهزه الذكيه اللي بتدخل على الانترنت كويس ممكن ينزل البرنامج دوت اللي هو بيقول لك ويستخدم الابلكيشن. فهو في فرق ما بين الموقع وما بين التطبيق. الموقع ده على الكمبيوتر، التطبيق بيبقى اكتر على يعني هو بيبقى متخصص في الهواتف الذكيه. كويس. فده بالنسبه للحته دي. فدي دي 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 طريقه ان احنا عندنا اعلانات على التطبيق نفسه ورعايه. بيجي لنا اعلانات ورعايه. لما افتح انا اشوف الاقي الاعلان. ممكن تلاقي الاعلان. وطبعا دي حته برده مهمه جدا، احنا بنحاول مع
يعني مش بنحاول نحط اعلانات وخلاص، بنحاول مع الـ مع الـ يعني شركائنا ان احنا نحاول نقدم حاجه مفيده للناس في الزحمه. ازاي يعني؟ بنحاول مثلا نيجي نتكلم مع فلان الفلاني مش بدون ذكر اسامي، انه يكتب مثلا لو في الزحمه يكتب حاجه مخصوصه بالزحمه اكتر، يعني يحاول يعني ان حاجه ليها دعوه بالزحمه، فتبقى في يعني جات لك يعني اعلانات ذكيه شويه، ما تبقاش اعلانات اللي هو خلاص هو اعلان بيتكلم في حته تانية وانت اصلا مش 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 مش, مش, مش عامل اي كونكشن معاه. لا، بنحاول بقدر الامكان نطور مع تربط بين الحاجات وبعضها، اربط ما بين الحاجات وبعضها. ده حاجه. الحاجه الثانيه هو بصراحه يعني واحنا بنتكلم كان في نقطه عايز اتكلم فيها ارجوك، يعني بغض النظر عن الـ عن الـ عن الـ الفكره، حاجه انا شخصيا مؤمن بيها جدا انها محتاجه تتغير في مصر. حته احنا عندنا بنكسف ان احنا نفشل، يعني او بيبقى عندنا يعني كانها وصمه كده عار انه ازاي الواحد ممكن يفشل. دي في رايي احد معوقات الكبيره جدا لمصر وللشباب في مصر. لو احنا عايزين نتقدم محتاجين نشجع الناس انها تبتدي تجرب، انها تبتدي ما تخافش انها يعني انا بره ما بتسافر بجد، انا مش يعني والله ما ببالغ، متكلم مع حد رواد اعمال ناجحين جدا ما يبتديش يقول لك انا عملت كذا، يبتدي يقول لك هو فخور جدا بكام مره فشل، يحكي لك قصه فشله. فشلت مره واثنين وكل ما فشل اكتر كل ما هو معناه انه وعدانه اقوى، ان هو استحمل مره واثنين ثلاثه واربعه ويعني تمام. فهو فخور جدا بده وبعدين عملت الحاجه الكبيره دي. فبره غير ان هم عندهم فخ ما عندوش مشكله يعني عنده جرأة على انه يفشل، هم بره كمان كحكومات كانظمه بتشجع المواطن ان هو يجرب. زي مثلا حاجه بسيطه جدا كنا اتكلمنا عليها يعني في اللقاء اللي فات، ازاي انه مثلا بره انت لو شركتك افلست في امريكا مثلا مفيش مشكله، بتعلن افلاسك وخلاص عادي، ابتدي يعني حاول تاني، مفيش عليكش اي قضاء، مفيش اي حاجه جنائيه. في مصر مثلا او يعني بتحس انه غير ان انت بيبقى لا في مشاكل جنائيه، في مشاكل يعني حاجه تؤرخك، الواحد بيخاف انه يحصل كده لاحسن يتسجن فده جزء من يعني ده غير الثقافه احنا عندنا برضو الناس بتتكلم على بعض، وده هيبقى منظري ايه قدام الناس دي برضو حاجه وحشه جدا. منظرك زي يعني قصدي المفروض ما يبقاش عندك يتغير. لازم يتغير. اللي انا بتكلم فيه لازم يتغير من ناحيه المجتمع، بس احنا كدوله ممكن تساعد في ده بانها تسهل انها تشجع. احنا اللي بنعمل الاحباط، احنا اللي بنعمل الاحباط. لا مش انتوا، لا يعني احنا، ما هو كمجتمع احنا كلنا واحد. لا احنا مش واحد، انتوا شباب ظهرت البلد دي واحنا عواجيز مأسدين. اقول لك ايه عامل فشلت وجيب له عقده ايش يقول له مثلا؟ ولا يهمك، خش في حاجه تانية، خش في حاجه تانية. لا ودايما رسمين يعني دايما يعني وانت بتتربى لازم نغيره. مرسوم لك صحيح. مرسوم لك زي زي طيب دلوقتي انت بقى بيجي لك فلوس من الاعلانات ومن ايه بقى؟ لما انا استخدم البتاع دي بجيب لك فلوس؟ لا هي الفكره كلها احنا الابلكيشن نفسها طول الوقت تفضل يعني من غير فلوس خالص، لان احنا من غير الناس ولا حاجه. فبالنسبه للمستخدم انت ما بتدفعش اي حاجه، وانا مش انا ما بدفعش حاجه ولا عمرك هتدفع حاجه ولا تمن رساله ولا تمن ولا اي حاجه ولا يعني انت انترنت يعني عندك بس يعني تقدر تدخل على الانترنت كويس. ده حاجه دي بس دي مالهاش دعوه بينا، دي مالكش دعوه. الشبكات بقى هم اللي بياخدوا الفلوس دي، احنا مالناش دعوه، ما بتاخدش منها حاجه، ما بناخدش منها حاجه. بس انا باخد فلوسي منين؟ باخد فلوسي من ممكن معلنين، وبنعمل خدمه عن طريق الاس ام اس بتتبعت للناس ب ال 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 الحاجات اللي هي البريكنج يعني الحاجات اللي هي الطوارئ اللي في ال في ال في المرور. اوعى تمشي في الحته دي مثلا ميدان اتقفل مثلا ميدان اتقفل دي حاجه من ده بالظبط اتقفل حصل حادثه لا قدر الله مثلا حادثه زياده عن اللزوم مثلا ما تمشيش بالظبط انت بتبعتها بنبعتها عن طريق ثلاث شبكات. طب ده انت بتدفع فلوس؟ لا ما هو احنا بقى عاملين شراكه مع الشبكات دي انه بن بن بنعمل زي حاجه اسمها ريفينيو شير او اللي هو نتشارك معاهم ال هي دي تبقى على حساب المستقبل. المستقبل اللي هو زي مثلا خدمات بتاعت الاخبار، مش انت ممكن كمستخدم انا شغال فيها دافع فيها فلوس بالظبط ما هي حاجه زي كده. تخيل ان احنا زي مصر يعني ايا كان الجريده بتعمل طيب مع الشبكات. يعني عموما احنا بيخش لنا دخل كويس الحمد لله، وبقيت دلوقتي كبرت بقيت بقى برضه بقيت في الصاله وبقى عندك لا الحمد لله عندنا مكتب شركه عندنا مكتب دلوقتي في المعادي وبقى فيها موظفين كتير عندنا 30 موظف يعني او بقدر بقول عليه 30 وان شاء الله تنتظر المستقبل يعني. يعني الدنيا قدامك طبعًا بتتفتح طبعا ان شاء الله. عملت ايه بقى ايه اللي استفدته من لقاء الرئيس بقى؟ لا هي طبعا في رايي خطوه ايجابيه بس يعني ممكن ندخل في تفاصيلها اكتر، بس انا بالنسبه لي الاهم هو اللي بعد كده. يعني احنا كلمنا والناس كلها كانت كلها حماس وقالت افكار ويز كتيره مين اللي جاي. يعني احنا محتاجين نتابع مع الـ يعني يبقى في متابعه لده وانتوا كمان ليكوا حق ان تعرفوا ايه اللي هيحصل. يعني قصدي ده يعني كخطوه ايجابيه جدا، انا ما اقدرش اقول غير انها ايجابيه.
بس احنا لسه مستنيين يعني. هي مش بس المفروض ما تبقاش بس قاعده لا ايه عايز ايه كل واحد قدم بحاجه. انا ممكن اتكلم على الحاجات اللي انا اتكلمت فيها. مثلا انت قدمت ايه مثلا؟ اتكلمت في حاجتين او ثلاث حاجات بالظبط. انا بتكلم باسم رواد الاعمال اصدقائي اللي هو احنا دلوقتي كشركات ناشئه بتطلع في الاول في شويه تسهيلات ممكن تتعمل زي ايه. اول حاجه مثلا قانون بتاع الاشاره الافلاس ده ممكن نشوف ازاي ان احنا عشان نشجع الشباب ان هو يبتدي ان انا ما يبقاش في عندي مشاكل جنائيه او قضائيه ان انا الشركه تفلس. مفيش مشكله يعني فشلت خلاص اللي بعده حاول تاني. دي حاجه. في حاجه تانية متطبقه كويسه جدا في انجلترا وده كنت مشروع انا قدمته يعني كنت طبعه ومقدمه في اللقاء كوي. انه ازاي ان انت تجذب الاستثمارات بس مش عن طريق الدوله عن طريق انك ممكن تشجع رجال الاعمال ان هما جزء يعني هو بيستثمر فلوسه في شركات صغيره ياخد اعفاء ضريبي يعني طبعا. لغايه مثلا 50% ده بيقول ايه هو الدوله ما بتدفعش حاجه من جيبها هو بيشجع انه رجال الاعمال هيخش فهو في الاول وفي الاخر بس بي 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 هنا بيقول ايه انا كدوله بشجع الشركات الناشئه. دي حاجات كلها بسيطه جدا يعني انت اتكلمت في مساله بعض القوانين الدافعه واحنا مش عايزين كده. هي العمال مش حكايه مثلا عايزين فلوس من الدوله ولا عايزين. انت الان دلوقتي بتقول انها خطوه ممتازه لكن ننتظر ان نرى هذه القوانين حتى بالزبط. يعني تحدث حركه بالظبط عشان يبقى في غيري حتى اللي يبتدي دلوقتي. انا الحمد لله يمكن الدنيا الحمد لله كويسه. طيب. في ناس كتير بتبتدي في الاول الدنيا صعبه في الاول. طيب جميل استاذ شريف بقى انت بتفكر في حاجه ثانيه ولا بتفكر نفسي دي بقى ايه نفسك دي تتطور بقى كده تطورها وتصعدها وتكبرها وتملى الوطن العربي بقى التجاره نطلب نفسي دي بقى نجيب حاجات من دبي والسعوديه وكده. اقول لحضرتك التجاره الالكترونيه عامه في العالم دي ممتازه بتاخد جزء كبير جدا من الاقتصاد وعماله بتكبر زياده مطرده جدا في كل الدول وبقت مهمه جدا وبتساعد صناعات كتير. هقول لحضرتك احدى الامثله. انت ممكن تستورد لي حاجات للمصنع بتاعي كمان. انا ما عنديش مصنع على فكره يعني. ما ممكن هنا النقطه هي فيها صور توصل لكده ها فيها صور واشكال كتير قوي. النهارده لو بنتكلم الصناعات اللي بتشتغل حواليها صناعات كتير صناعات لوجستيه صناعات تخزين هي بتساعد صناعات كتير. تخيل حضرتك الصناعات الصغيره والمتوسطه الكبيره قادره يمكن التجاره الالكترونيه بتديهم وصول اكتر للمستخدم ولكن تخيل حد عنده مصنع صغير او عيله منتجه او اسره منتجه محتاج الوسيله دي مجرد النهارده بيعمل ايه بيروح معرض بيروح معرض مرتين في السنه. تخيل بقى لو حط الحاجه على الانترنت فجاه النهارده 40 مليون مستخدم في مصر قدر يشوفها وملايين او مئات الملايين من المستخدمين في العالم ممكن يدخلوا يشتروها. احنا مثلا احدى الحاجات ان احنا بعنا كتب في استراليا كتب عربي. واحد عايز يقرا باللغه العربيه في استراليا عايز كتاب لعلاء الاسواني عايز كتاب ل بعتنا له كتب عندنا عملاء هناك كتبنا كتير ما شاء الله. ده الغريب ان في واحد لحد من كتبنا كويسين في واحد في ايطاليا اشترى ساعه مش عارف بصراحة يعني في إيطاليا ساعة من هنا اشترى ساعة من مصر كتر خيره الراجل بصراحة. لا يعني ممكن يكون سعرها في مصر أرخص من ممكن قوي ممكن قوي أيوه في كده. جالنا طلبات من حتت مختلفة في العالم للمنسوجات الحاجات القطنية تيشيرتات وقمصان الحاجات اللي احنا شطار فيها. عندنا محتوى عربي وفي نفس الوقت عندنا منتجات نسيج كبيرة جدا ممكن نصدرها للعالم. بتاخد الشركه بتكبر بتنوع خدماتها مع الوقت زي ما حضرتك قلت كويس وفي نفس الوقت ممكن تطلع للمنطقه العربيه تفتح فروع هناك وممكن تطلع في العالم كله. تمام يعني احنا ننتظر ان شاء الله ربنا يعني ربنا يوفقك بس انك انت يعني ممكن نشتري عن طريق حاجات من امريكا حاليا لا دلوقتي لا دلوقتي بنشتري من مصر حاجه بنشتري الحاجات اللي من مصر ولكن هي مصر كلها بقى تقريبا مصر كلها النهارده عندنا اكتر يعني من 33 يعني لو انا عايز مثلا جبنه من المنيا منيا بيعملوا جبنه بيضه لا يعلى عليه بصراحه هي حلوه. انا تعرف احلى جبنه بيضه في المنيا ومثلا فطير مشلتت من المنوفيه مثلا. هو في الواقع احنا يعني عندنا ما يلزمكش كلام يعني احنا بنبقى محتاجين حاجه تقدر شركه الشحن تنقلها فالجبنه هتبوظ لان ما بقدرش اسلم حاجه في خلال ساعه ولكن طيب. النهارده عندنا اكتر من 33 الف منتج انما لو عجبني جدا. لو عجبني قميص في اسكندريه تجيبه لي. ما هو حضرتك بتدخل بتشوف القمصان المعروضه عندنا قمصان كتير عندنا اجهزه مطبخ عندنا كتب عندنا ساعات يعني ده انا ممكن اجيب عفش العروسه من عندك
لو موجود عندنا اجهزه كهربائيه. لان الطقم الصيني مثلا في طنطا ارخص. عندنا مثلا شوك ومعالق وسكاكين، حاجات كتير، في حاجات كتير قوي للبيت والسفره وتجهيز البيت وموبايلات ولابتوبات وبرنترات. يعني لو قعدت افتكر بروح حاجه 33,000 منتج، فبتتكلم في الاف. طيب حلو حلو، ده بدايه رائعه ان شاء الله، يبقى دوت موقع مصر كلها تخش الحاجات عليه. الله يخليك يا فندم، بس احد الحاجات اللي طلبناها برضو في لقاء الرئيس. كويس. احنا محتاجين بعض التشريعات والتقنيات، محتاجين قوانين برضه، محتاجين حاجات تنظم عشان الكلام حاجات جديدة على المجتمع. عشان حاجات جديدة طبعا، محتاجين استثمارات من الدولة في هذا المجال. لانه مجال فيه مجالات حاجات كتيرة، خدمات كتيرة بتتقدم، ومحتاجين نتطور فيها كدولة وكبلد. مش بس عشان نفسك دوت كوم هو اللي يستفيد فقط، ولكن عشان يبقى فيه زي نفسك دوت كوم 10 و100 و1000 موقع تانيين ان شاء الله. يعني طيب انت دلوقتي الموقع دلوقتي بيكسب حاليا؟ لا، في البوتوم لاين بتاعه ما بيكسبش، لان احنا لسه في مرحله بناء الثقافه في المجتمع. بيدي مرتبات للموظفين؟ الحمد لله عندنا 40 موظف كويس، بيغطي يعني مصاريفه، مش عايزينه يكسب يعني، بيغطي مصاريفه يعني. موظفينك بياخدوا مرتب، بيقبضوا اول كل شهر الحمد لله. بس هو ده كويس، ده اهم حاجه. انت بقالك من كده حاجه ثانيه، اهم من كده حاجه تانية، ان انهم بيتطوروا وبيتطوروا في مجال جديد، وهم اللي بيبقوا الخبراء فيه، بما انه مجال جديد في مصر بتاعكم بقى، فلسه بنبني الخبره. فعندنا يعني زمايلنا في الاقسام المختلفه طبعاً، لما طبعاً تقول الخبره في هذا المجال المصريين بيبقوا هم دول. فبيبنوا قيمه شخصيه. مش ندمان انت بقى سبت الشغل والفلوس في هنا في دبي وبتاع؟ مبسوط؟ مش بلدنا؟ جدع، انت راجل جدع. الله يخليك. الاستاذ شريف نصار راجل جدع، والاستاذ جمال صادق راجل جدع. عايز اضيف حاجه صغيره معلش، عشان بس الناس اللي عايزه تبتدي، يعني في اوريدي حاجات موجوده. طيب ماشي. يعني احنا شخصيا استفدنا جامد جدا من حاجه اسمها التيك. لا في حاجه اسمها التيك، دي حاجه تبع وزاره الاتصالات، واي تي ده، اي تي ده معروفه في وزاره الاتصالات. التيك ده اللي هو تكنولوجي انتربرينورشيب سنتر دوت، اوريدي بتقدر تروح له لو انت عندك فكره. بيساعدك ان انت يحطك على الطريق، مثلا لو محتاج مكتب في الاول يبقى عندك زي انكيوبيشن، اللي هو يبقى عندك مكتب تشتغل منه. بيعرفك على ناس خبراء في المجال بتاعك. فانا اللي عايز اقوله ايه، ان هو لسه مش اي حد مش لازم يبتدي من بالذات في مجال التكنولوجي. يعني خلينا يستخدم الحاجه، هي ده مش يستخدمه، ده برنامج تبع ممول من الدوله، هيستفيد منه ويستفيد منه جامد جدا. طيب لو هو بص على يعني كل واحد عنده فكره مشروع يسمع لو كلام لو تكنولوجيا ممكن يدخل، يعني ده حاجه وممول من الدوله وعاملين شغل كويس جدا، بس احنا عايزين زي ده وخدمات اكتر بكتير. تمام، بشكرك استاذ جمال، بشكرك استاذ شريف، ربنا يوفقكم وان شاء الله اذا عشنا نلتقي ان شاء الله بعد شويه، نشوف الدنيا اتطورت والدنيا اتحسنت، تكون شركاتكم بقت حاجات يعني اكبر من كده بكتير. شكرا جزيلا. شكرا شيخ خالد الجندي، والجواز العرفي والذي منه بعد الفصل ان شاء الله.